السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء، ويشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار ضرورة للنهوض بها. الحوثيون يخرقون الهدنة الإنسانية في اليمن بعد دقائق من سريانها ويقصفون أحياء في تعز. تركيا تقصف قرية يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وأوغلو يؤكد أن أنقرة لا تعتزم إرسال قوات برية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من شاشة النيل، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالي سيناء، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا لتنمية سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في سيناء. خلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز، في مقدمتها مشروع تطوير بحيرة البردويل من خلال إزالة العوائق وتطهير البواغيز ومنع الصيد الجائر وتكثيف إجراءات تأمين البحيرة وتطوير بنيتها الأساسية. أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن افتتاح قناة السويس الجديدة خلال عام واحد يعتبر إنجازا تاريخيا للشعب المصري بأكمله الذي شارك في الحفر والتمويل. وأوضح مميش في لقاء مع تلفزيون المصري أن القناة الجديدة هدية مصر إلى العالم، حيث ستقلل من زمن الرحلة 11 ساعة كاملة، مما سيوفر الوقت والوقود والمال بما يخدم البشرية جمعاء. ده إنجاز تاريخي للشعب المصري وليس أهل شخص. اللي حفر قناة السويس الجديدة هم المصريين وسواعدهم وأظافرهم، واللي مول الحفر هو الشعب المصري، هو صاحب الفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى، وعلى رأسه الرئيس المصري متخذ القرار. احنا النهاردة أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا، لأن الكلمتين اللي قلتيهم فعلا كان حلم بالنسبة لنا كلنا وأصبح واقع. وزي ما حضرتك شايفين اليوم احنا من خلال قناة السويس الجديدة بنقلل زمن المرور 11 ساعة في القناة، معنى كده بوصل لك جزائر أسرع، وقودك أسرع، لوبيتك أسرع، بخدمك، بخدم الجنس البشري كله من خلال قناة السويس. مصر دي زي ما بيقولوا أم الدنيا، أم الدنيا، وبتبعت هدية للعالم كله زي ما قال الرئيس في الأمم المتحدة، إن قناة السويس الجديدة هدية مصر العالم هدية مصر العالم. تزور وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري اليوم محور قناة السويس الجديدة بمحافظة الإسماعيلية لتقديم القافلة العاشرة من إسهامات الوزارة التي يحتاجها العمال والمشروع. هذا وتواصل كاميرا قناة النيل للأخبار تغطيتها للحظات الأخيرة في إنهاء هذا المشروع الوطني الكبير. أيام قليلة تفصلنا عن حدث تاريخي هام، افتتاح قناة السويس الجديدة التي يطمح المصريون بأن تكون شريانا اقتصاديا جديدا لمصر. عمال المشروع ما زالوا يعملون على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على ضفتي القناة، معبرين عن فرحتهم ببدء التشغيل التجريبي للقناة. احنا بنسابق الزمن، يعني احنا محطوطين في زمن معين، فبنحاول ان احنا ننجز على قد ما نقدر، وان شاء الله يعني احنا هنخلص، يعني ان شاء الله الحفرات شغاله بتدبش الميول عشان المنظر قدام الافتتاح قدام الناس، يعني الشغل ماشي الحمد لله. يعني حاسس ان شرف كبير لمصر، انا حاسس ان انا مصري فعلا دلوقتي لما عدت البواخر امبارح، يعني منظر ما بقولكش، شرف كبير لمصر، ومصر هي مصر، ومش هقول كلمه واحده بس، سير يا ريس واحنا خدامينك. أياد مصرية من مختلف المحافظات أنجزت مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام، والتي يبلغ عمقها 24 مترا وطولها 35 كيلو مترا، فضلا عن تعميق المجرى القديم. السنة كان جميلة وعدت كنها يومين اتنين، مش سنة ولا حاجة، يعني عدت كن الواحد غمض وفتح، مع أننا كنا شغالين ليل نهار 24 ساعة، بس يعني الواحد تعبان بس فرحان، بيعمل حاجة لمصر ولبلده ولعياله ولاخوانه ولكل حاجه حلوه. السنه اللي فاتت دي والله العظيم الحمد لله كانت سنه سعيده علينا،
يعني كانت العيشة حلوة هنا، كنا شغالين وشغالين وكانت الدنيا حلوه والعيشه حلوه والحمد لله. يعني ده كله كان جبل، مش حكايه سنه ولا حاجه، وبرضه ما هو لنا ولهم، ده لنا ولهم والاولادنا ان شاء الله. كويس بس ان الواحد يبقى مفتخر ان هو شغال في مشروع زي ده. احنا اسمنا اتكتب من غير ما احنا نقول احنا شغالين فيه، يعني احنا اسمنا اتكتب في المشروع ده من غير ما نقول احنا شغالين فيه. من المرتقب أن هذا المشروع سيوفر مليون فرصة عمل للشباب، كما أنه سيعزز من قدرة مصر الاقتصادية وسيضعها في مكانها الطبيعي في المنطقة والعالم. حفروا وبنوا بأيديهم، اصطفوا بالأمس ليشاهدوا حاويات تمر من القناة الجديدة، ليفرحوا فرحة الأب بوليده، وانتظروا الغد الذي يشهد فيه العالم أجمع اطلاق مصر الأضخم مشروعاتها القومية عقب ثورتي يناير ويونيو. عمرو عبد العزيز، أني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من على ضفاف قناة السويس مراسلنا هشام حامد. هشام، تحياتي وأرجو أن تنقل لنا تفاصيل الصورة لديك الآن وآخر الاستعدادات للحفل العالمي لافتتاح قناة السويس الجديدة بمشيئة الله بعد 9 أيام من الآن. نعم، تحياتي لك أيمن. يعني في البداية يعني لابد أن نصف مشاعر أي إنسان يأتي إلى هذا المشروع العالمي، هذا المشروع العظيم، يعني من تعجز الكلمات عن وصف ما يشعر به الإنسان عندما ينظر إلى هذا المشروع الذي يعني كان قبل عام تقريبا مجرد صخور ورمال، واستطاع العمال المصريون أن ينجزوه في عام واحد كما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني إذا تحدثنا عن الاستعدادات كما نشاهد إذا تحركت الكاميرا، ما زالت عمليات التشغيل التجريبي تسير في أو تتم في قناة السويس الجديدة. هناك عدد من السفن موجودة في قناة السويس الجديدة. أيضا هنا العمال يعني يعملون على مدار الساعة ليلا ونهارا. هنا يتم عملية بناء مبنى سيوضع عليه الأعلام خلال الاحتفال العالمي لقناة السويس في 6 أغسطس المقبل. أيضا هناك توجد يعني مبنى الإرشاد الجديد وهو على شكل سفينة. يعني منذ أن يعني وكما تتابعون يعني العمال يعني هم يعملون، هم فرحون أيضا، وهذه فرحة طبيعية ليست مصطنعة أو يعني بها أي تكلف أو نفاق. هم سعداء جدا، الكل كان يحيينا ونحن يعني منذ أن أتينا إلى القناة. حقيقة الأمر يعني منذ أن دخلنا إلى محافظة الإسماعيلية، ومحافظة الإسماعيلية تشعر وكأنها عروس، يعني اقترب حفل زفافها. المحافظة كلها سعيدة، هناك استعدادات في كل مكان في محافظة الإسماعيلية. منذ أن دخلنا إلى حدود المحافظة هناك إجراءات أمنية مشددة جدا في كل مكان، هناك لافتات في كل مكان عن قناة السويس الجديدة وموعد الافتتاح. هناك أيضا عمليات تشجير تتم بشكل كبير جدا في المحافظة، عملية دهانات في كل مكان، أعمدة كهربائية جديدة وإنارة للمحافظة لاستقبال ضيوف مصر في هذا الحفل الكبير. نعم. نعم هشام، يعني ذكرت أنه عمليات التشغيل التجريبي ما زالت تجري، كيف تابعت هذه العمليات وكيف ترى الصورة بشكل عام؟ يعني أيمن، يعني يمكن وصف ما يحدث هنا بكلمة واحدة، وأن القناة أصبحت واقعا، أصبحت حقيقة، رغم يعني ما حاولك البعض أن يصف هذه القناة بأنها ترعى أو أي شيء آخر، يعني حاولوا إفساد هذا المشروع. لكن يعني لو تابعوا الصحف الأجنبية الصادرة والصحف العالمية الصادرة اليوم، والتي كانت تتخذ موقفا معاديا لمصر بعد ثورة 30 يونيو، لعرفوا قيمة هذه القناة. صحيفة التايم، صحيفة الجارديان تحدثوا اليوم عن استخدموا جميعا مفردة واحدة، مصطلح واحد، وهو مصطلح المعجزة، معجزة قناة السويس الثانية أو معجزة قناة السويس الجديدة. عمليات التشغيل التجريبي ما زالت مستمرة، عدد من السفن موجودة في القناة الآن، يعني المرور بشكل طبيعي بشكل آمن. يعني العمال ما زالوا يعني أو الأعمال النهائية، التشطيبات النهائية للقناة تسير على قدم وساق. تركيب الشمندرات وهي يعني أحد أجزاء التأمين الملاحي، يعني أعمال بسيطة جدا ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة قبل الافتتاح بإذن الله تعالى. نعم،
هشام، ربما يكون سؤالي الأخير ليك، يعني هل نما إلى علمك أي تفاصيل عن برنامج الاحتفال الذي نتمناه عالميا بالطبع لهذه القناة الجديدة ولمصرنا الغالية؟ هل سيكون مقر الاحتفال فقط مدينة الإسماعيلية أم سيصل أيضا إلى نقاط أخرى ومدن أخرى على ضفاف قناة السويس الجديدة والقديمة بالطبع؟ نعم، يعني كان هناك تصريح لمحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر بأن وأيضا الفريق مهمة ميش بأن الاستعدادات هنا في القناة تتم على قدم وساق لإقامة حفل ليلي وحفل نهاري في قناة السويس، لكن الاحتفال بقناة السويس الجديدة لن يقتصر على محافظة الإسماعيلية بل يمتد إلى ربوع الجمهورية. يعني مثلا محافظة الجيزة سيكون هناك احتفالات بدءا من الأسبوع المقبل، بدءا من السبت القادم سيكون هناك احتفالات من السبت حتى يوم الاحتفال في نهر النيل، في عند سفح الأهرامات، في عدد من الحدائق في محافظة الجيزة مثل الجيزة بارك، يعني وأيضا محافظة القاهرة والكثير من المحافظات. الجميع لابد أن يشارك، الجميع لابد أن يفرح، فهذا حدث لا يتكرر كثيرا. نعم، وصلت الصورة، وبشكرك شكر جزيل على هذه المتابعة. مراسلنا من على ضفاف قناة السويس هشام حامد، شكرا جزيلا لك. أمرت نيابة الوراق بحبس سائق مركب الوراق الغارق في مياه نهر النيل 4 أيام على ذمة التحقيق. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث وكيفية وقوعه بدءا من اصطدامه بالصندل وغرق المركب حتى تمكنه من إنقاذ نفسه من الغرق ومكان اختبائه. كان السائق قد قام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة الوراق وذلك بعد تضييق الخناق عليه. يجري وزير خارجية سلطنة عمان يوسف ابن علوي مباحثات اليوم مع عدد من المسؤولين حول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والسلطنة، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية. كان ابن علوي قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما يلتقي عريقات الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجمود الحالي الذي وصلت إليه العملية السياسية، ويتناول اللقاء التحرك المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي بما يضمن الحقوق الثابتة والمعترفة بها دوليا للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العربية والتي تترأسها مصر. ويبحث اللقاء كذلك القرارات الإسرائيلية الأخيرة بطرح عطاءات استيطانية في القدس الشرقية المحتلة ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من وزارة الخارجية مراسلة النيل أمل صبري. أمل، يعني هل لك أن تطلعين على جدول أعمال وزير الخارجية اليوم ومجمل لقاءاته؟ تحياتي لك نجلاء ولكل مشاهدي النيل الأخبار. اليوم جدول مشحون ولقاءات مكثفة يقوم بها وزير الخارجية السيد سامح شكري. نحن الآن بصدد لقائه مع وزير خارجية ليبيا السيد محمد الدايري. من المتوقع أن يتم بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وعلى الأراضي الليبية، خاصة في ضوء انتشار التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المسلحة وحالة عدم الاستقرار على الأراضي الليبية. وزير خارجية ليبيا السيد محمد الدايري كان قد ثمن الدور المصري ودور الخارجية المصرية، والذي أكد على أهمية التوصل لاتفاق سياسي في ليبيا بأسرع وقت ممكن من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. أيضا أكد أنه من الطبيعي أن تكون مصر وليبيا في بوتقة واحدة، خاصة وفي ضوء أهمية التوصل للتوقيع على الوثيقة التي أعدتها الأمم المتحدة بالسخيرات في المغرب، حتى يتسنى لليبيا المضي قدما في مكافحة الإرهاب وتأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار. كذلك الدايري كان قد ثمن دور الخارجية المصرية والبيان الصادر عن الخارجية المصرية وأهميته نظرا لمكانة مصر الكبيرة عند الشعب الليبي الذي يتطلع لحل الأزمة الليبية. وزارة الخارجية كانت قد أكدت في بيان لها على أهمية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وأكدت على أن مصر لن تألو جهدا في دعم شقيقتها ليبيا في مختلف المراحل التي تمر بها مصر. عقد هذا اللقاء سيلتقي وزير الخارجية بالسيد صائب عريقات القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
من المتوقع أيضا أن يتم تطورات القضية الفلسطينية. عقب ذلك سيلتقي وزير الخارجية كما ذكرتم خلال الخبر بالسيد يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان. عقب اللقاء سيعقد الوزيران مؤتمر صحفي يعلن فيه عن تفاصيل هذا اللقاء. نعم. جدير بالذكر أن سلطنة عمان لها مواقف كبيرة ومشرفة في دعم مصر خاصة خلال ثورة 30 يوليو. أيضا كان لها حضور كبير خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ. ومن المتوقع أن يتم تطوير هذه العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة. أيضا من المتوقع أن يتم بحث مجمل الأوضاع في الساحة العربية في ضوء انتشار حالة عدم الاستقرار بسبب التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول العربية. نعم نعم. أمل صبري مفادة النيل إلى مقر وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة الفرار من قوات الأمن التي أرادت اعتقاله في الضفة الغربية. قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب لاعتقاله، إلا أنه حاول الهرب فأطلق عليه الجنود النار ثم نقلوه إلى حاجز قلندية قبل أن تسلمه سلطات الاحتلال لسيارات إسعاف فلسطينية بعد التأكد من استشهاده. اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة غدا مواجهة اندلعت بسبب اقتحام نحو 250 مستوطنا للمسجد الأقصى، وذلك في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وقد أدانت جامعة الدول العربية هذه الاقتحامات واعتبرتها مخططة من قبل الحكومة الإسرائيلية. نداء استغاثة صدح من حناجر هؤلاء المرابطين والمرابطات، نداء لأصحاب الضمائر الحية بالوقوف مع المسجد الأقصى المبارك الذي أفاق على اقتحام 1000 مستوطن من مجموعات ما تسمى بالهيكل المزعوم لإحياء ما يطلقون عليه ذكرى خراب الهيكل. هذه الاقتحامات التي باركتها حكومة نتنياهو وتصدرها وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل. هناك كثير من المستوطنين الذين بدأوا الآن باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهم يريدون اقتحام المسجد الأقصى بادعاء أن هذا اليوم هو يوم خراب الهيكل، والهدف هو واضح أنه عقائدي من قبل هؤلاء المستوطنين واليهود الذين يدعون أن هذا المسجد هو جزء من تراثهم ومن عقيدتهم. مطالبات رسمية وشعبية بالتحرك الفوري لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من مخطط التهويد الذي بات واضحا للعيان، ودعوات مفتوحة لشد الرحال إليه، خاصة مع استمرار دعوات منظمة الهيكل المزعوم بتجديد اقتحاماتها. نحن ندعو العالم ونطالب الجميع العرب والعالم بأسره بأن يفرض عقوبات فورية على إسرائيل. بدون فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لن ترتدع هذه الحكومة الإسرائيلية. نحن نقاومهم بالمقاومة الشعبية على الأرض، ورأيتم اليوم جموع المصلين الفلسطينيين والمرابطين والمرابطات يتصدوا لهؤلاء المستوطنين، ولكن بصراحة بدون فرض العقوبات على إسرائيل لن تردع إسرائيل. انتهاك واضح لحرمة الأديان بإطلاق النار داخل المسجد القبلي وتحطيم نوافذه، إلا أن المرابطين تصدوا بكل ما أوتوا من قوة دفاعا عن مسجدهم المبارك رغم إصابة العشرات منهم واعتقال أكثر من 20 ناشط. ردع إسرائيل عن ما تقوم به من جرائم بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وخاصة المسجد الأقصى المبارك يستوجب وقفة عربية وإسلامية، وإلا سيصحو العالم على أقصى سليب بين براثن المستوطنين. ثروة شقرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. وللمزيد من المتابعة تبقى معنا عبر الهاتف مراسلتنا في القدس ثروة شقرة. ثروة، أرجو أن تنقلي لنا آخر تطورات الوضع لديك وأحوال المرابطين في مقابل أحوال المستوطنين الذين قاموا بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك. نعم أيمن، يعني لا يختلف اليوم عن أمس حال المسجد الأقصى، هو حال كل يوم اقتحامات متكررة مستمرة. اليوم أيضا حصل
هناك بعض الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وبعض الشبان المرابطين، تم اعتقال عدد منهم الذين كانوا متواجدون على أحد أبواب القدس العتيقة. أيضا هناك حالة من النفير لربما إن صح التعبير في القدس المحتلة. هناك عدد كبير من فلسطيني 48 جاءوا اليوم نصرة للمسجد الأقصى المبارك. يعني على غرار ذلك يعني سنتطرق إلى بواحي القدس وشهيد مخيم قلنديا الذي سقط اليوم في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، شاب محمد أبو لافي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين يبلغ من العمر 18 عاما. حركة فتح أدانت هذه الجريمة وهي جريمة قتل الشاب بحجة أنه سينفذ عملية داخل إسرائيل، وقال المتحدث باسم فتح في مخيم قلنديا أن هذه هي محاولات لتشتيت أنظار الفلسطينيين والعالم عن المدينة المقدسة وعن اقتحامات المسجد الأقصى المتكررة يوميا. نعم ثروت شقرة مراسلتنا في القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهدنة الإنسانية التي قرر التحالف العربي بقيادة السعودية إرساءها في اليمن لمدة 5 أيام، ودعا المتمردين الحوثيين إلى احترامها. يأتي ذلك في حين خرق المتمردون الحوثيون وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الهدنة الإنسانية بعد دقائق من دخولها حيز التنفيذ في اليمن في منتصف الليلة الماضية، وقصفوا بشكل عشوائي أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبية البلاد، في حين بدت الهدنة صامدة في العاصمة صنعاء. على الرغم من بدء سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي في اليمن بدأ من منتصف ليل الأحد، إلا أن الحوثيين قاموا بقصف مناطق بمحافظة تعز جنوبي البلاد. شهود العيان أفادوا بأن المتمردين أطلقوا قذائف الدبابات على أحياء سكنية في جبل صبر في تعز، بينما اندلعت اشتباكات في شارع 40 شمال شرقي المدينة. وفي عدن استمر تبادل إطلاق النار بشكل متقطع شمالي المدينة بعد مرور حوالي ساعة على سريان الهدنة التي بدت صامدة في العاصمة صنعاء وفي شمال البلاد ووسطها. كانت قيادة التحالف قد أعلنت عن هدنة إنسانية في البلاد لمدة 5 أيام، إلا أنها أكدت أنها سترد على الخروقات في حال عدم التزام الحوثيين. خروقات الحوثيين جاءت رغم نفي المتحدث الرسمي باسم المتمردين ما تردد عن رفض زعيمهم الالتزام بالهدنة، مؤكدا أن الحوثي ليس له حساب على شبكة تويتر ولا على أي وسيلة تواصل اجتماعية، ولكنه لم يحدد موقف جماعته من الهدنة التي طال انتظارها من قبل اليمنيين. وكانت تغريدة على موقع تويتر نسبت لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أشارت إلى رفض المتمردين للهدنة التي أعلنت بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأنها بحسب التغريدة تصب في مصلحة مسلح القاعدة وتنظيم داعش. وهذه هي الهدنة الثالثة التي يتم إعلانها في البلاد لوقف العمليات العسكرية في اليمن، بعد هدنتين فاشلتين أعلنتهما الأمم المتحدة، حيث كانت الأولى في 13 من مايو الماضي والثانية في 10 من يوليو الجاري. البداية الهشة لهذه التهدئة تزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المواطنون، خاصة مع تضاؤل آمالهم في قرب التوصل لحل سياسي للأزمة. أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن بلاده لا تعتزم إرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية أن وحدات حماية الشعب الكردي السورية يمكن أن يكون لها مكان في سوريا الجديدة إذا لم تسبب إزعاجا لتركيا، وقامت بقطع كل علاقاتها مع إدارة الرئيس السوري بشار الأسد وتعاونت مع قوى المعارضة. ميدانيا أكدت وحدات حماية الشعب الكردي قيام تركيا بقصف مواقعها في بلدة زور مغار الكردية في ريف عين العرب كوباني شمال سوريا
وحثت القوات الكردية أنقرة على وقف عدوانها. يأتي ذلك بينما دعا حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع عاجل غدا الثلاثاء من أجل بحث الأوضاع الأمنية في تركيا، وذلك بناء على طلب من أنقرة بعد تفجير انتحاري أودى بحياة جنديين تركيين، ولمناقشة كذلك العمليات التركية ضد تنظيم داعش ومقاتلي حزب العمال الكردستاني. من جديد يشتعل العداء بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي تبنى هجوما نفذ السبت بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة أربعة آخرين بسبب الحصيلة التي أعلنتها تركيا في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية. الجناح العسكري للحزب الانفصالي المتمرد تحدث عبر موقعه على الانترنت عن عملية وصفها بالتنكيلية نفذتها قواته، مؤكدا أنها أسفرت عن مقتل ثمانية جنود وإصابة أكثر من عشرة آخرين. الهجوم يأتي بعد سلسلة غارات جوية شنها الجيش التركي على مواقع الحزب في شمال العراق. هيئة أركان الجيش التركي أصدرت بيانا نسبت فيه الهجوم للمنظمة الإرهابية الانفصالية، وهي العبارة التي تستخدمها السلطات التركية عادة للحديث عن حزب العمال الكردستاني. القيادة العسكرية أوضحت أن سيارة مفخخة انفجرت عند وصول قافلة مدرعات تابعة للقوات الخاصة للدرك لتعزيز وحدة عسكرية بعد احتراق ثلاث آليات على طريق في منطقة ليجي، مضيفة أن ضابطي صف في قوة الدرك قتلا في الانفجار. في المقابل شنت المقاتلات التركية غارات جديدة على القواعد الخلفية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. غارات الطيران التركية أنهت الهدنة التي كانت معلنة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني. وعلى وقع التصعيد الحاد في المواقف بين أنقرة والحزب، أعلن حلف شمال الأطلنطي عزمه عقد اجتماع الثلاثاء في بروكسل بناء على طلب من تركيا لإجراء مشاورات نظرا للخطر الذي يتهدد سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم محادثات مع آية الله علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في النجف جنوبي العراق، قبل أن يجري مشاورات مع مسؤولين عراقيين في بغداد في ثاني محطة بعد الكويت في جولة خليجية تشمل أيضا قطر. كان ظريف قد دعا خلال زيارته إلى الكويت إلى تشكيل جبهة موحدة بين دول الشرق الأوسط لمحاربة التشدد، وطمأن ظريف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الاتفاق النووي مؤخرا الذي وقعته بلاده مع الدول الست الكبرى. قالت مسؤولة أمريكية إن الرئيس باراك أوباما سيبحث مع زعماء أفارقة اليوم في إثيوبيا ما وصفها بالخطة البديلة لجنوب السودان التي يمكن أن تتضمن فرض عقوبات أو غير ذلك من الإجراءات العقابية إذا لم يتوصل الطرفان المتحاربان في البلاد إلى اتفاق سلام بحلول منتصف أغسطس المقبل. كان أوباما قد وصل إلى إثيوبيا بعد زيارة لكينيا استمرت يومين، حيث من المقرر أن يجري محادثات في أديس أبابا مع رئيس الوزراء هيلي مريام ديسالين تتناول مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الحرب ضد الإرهاب. شددت الهند إجراءات الأمن على حدودها مع باكستان، وذلك عقب اقتحام مسلحين مركزا للشرطة في ولاية البنجاب مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وشرطيين وإصابة آخرين. وأفاد مصدر عسكري أن المهاجمين كانوا يرتدون سترات عسكرية وتحصنوا في مركز شرطة قريب من الحدود مع باكستان. تقع هذه المنطقة على الحدود مع ولاية كشمير المضطربة التي تتهم الهند جارتها باكستان بتدريب وتسليح متشددين في عدة مناطق بها، وهو ما تنفيه إسلام آباد. وختاما لنشرتنا إلى حضراتكم نظرة على أهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء ويشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار ضرورة للنهوض بها. الحوثيون يخرقون الهدنة الإنسانية في اليمن بعد دقائق من سريانها ويقصفون أحياء في تعز. تركيا تقصف قرية كردية في شمال سوريا، وأغلو يؤكد أن أنقرة لا تعتزم إرسال قوات برية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. بعد قليل قراءة في أهم عناوين الصحف. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.